مهارة الجراح وخبرته طبعا جزء مهم جدا لنجاح جراحات السمنة زيها زي أي تخصص آخر، لكن لا يقل أهمية خبرة الجراح في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عالم جراحات السمنة واطلاعه عليها، لأن جراحات السمنة من الجراحات الدقيقة اللي بتعتمد على تكنولوجيا الأدوات. مراحل الكتيرة اللي مرت بيها تطور الآلات خلت الآونة الأخيرة نجاح العمليات يكاد يكون بتوفيق ربنا طبعا سبحانه وتعالى مضمون. كل المضاعفات اللي كانت ممكن تحصل زمان قدرنا نتجنبها تماما، وأصبح العمليات آمنة إلى أقصى حد، بداية من الدباسات الحديثة والدباسة الذكية اللي بتقدر تقيس سمك الأنسجة وتقفل الجزء من المعدة بعد استئصال جزء زي في التكميم أو بعد عزل جزء في التحويل المصغر، منع فكرة حدوث التسريب تماما، حتى في الحالات اللي كان نسبة التسريب فيها عالية زي إعادة جراحات السمنة، لأن سمك المعدة ما بيبقاش زي بعضه في هذه الحالات، وبالتالي الدباسات العادية اللي كانت بتستخدم كان ممكن يحصل منها مشكلة كبيرة زي مشكلة التسريب. بعد الدباسة الذكية أصبح الكلام ده بإذن الله غير موجود. كمان سيستم الجي اس تي سيستم اللي بيقدر يعمل كومبريشن وضغط على الأنسجة بتاعت المعدة قبل ما يقفلها ويعزل جزء عن جزء أو يقطع جزء ويعمل له التئام فوري، منع تماما فكرة حدوث نزيف في المعدة أو حدوث التسريب. وكده نبقى قدرنا نقضي على أهم نقاط اللي كانت بتخوف المرضى من جراحات السمنة المفرطة. كمان التطور في أجهزة الديسكشن الألتراسونيك زي الهارمونيك بأحدث تطوراته منعت حدوث أي نزيف أثناء العملية، وخلت العملية سريعة جدا لدرجة إن العملية ممكن تخلص في نص ساعة، وده مهم جدا إن إحنا ما نعرضش المريض لفترة طويلة من التخدير، خصوصا إن مرضى السمنة بيبقى عندهم مشاكل صحية ومشاكل في القلب والسكر والضغط ومشاكل في التنفس، ويبقى قدرنا نأمن المريض من ناحية الأمان في العملية نفسها وعدم حدوث مضاعفات، ووقت قليل في التخدير اللي برضه بيقلل من إمكانية حدوث أي مشاكل صحية بعد العملية.